مشاهدين قناة لوجوس في كل مكان، بنرحب بيكم في برنامجنا الجديد نصيحة على الماشي. في برنامجنا هنحاول نجاوب على أسئلتكم. هيشرفنا قدس أبونا أنتوني ميخائيل كاهن كنيسة القديسة مريم المصرية سانتا كلاريتا كاليفورنيا. أبونا برحب بقدسك. أهلا وسهلا يا مارينا. أهلا بقدسك. أهلا بكل مشاهدين قناة لوجوس. أبونا، حابين نسأل قدسك سؤال بيخص ناس كتيرة جدا مش بس الشباب، وهو موضوع صراع الفكر. صراع الفكر، او زي ما بنقول كده الخناقه اللي بتبقى موجوده في الفكر، خناقه ما بين حاجه عايزه اعملها وحاجه تانية هي الصح وهي اللي المفروض تتعمل. او عندنا نوع تاني اللي هو صراع ما بين القلب والعقل. القلب عايز حاجه والعقل رافضها تماما، او العكس، العقل هو اللي عايز حاجه والقلب بيقول له لا معلش خليك انت على جنب شويه. عايز افهم من قدسك النهارده، هل انا اقدر اتحكم في افكاري؟ بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. انا حابب ابتدي للرد على السؤال اللي انت سالتيه يا مارينا بالمقوله اللي قالها السيد المسيح، بقيه السيد المسيح لما بيقول كونوا حكماء كالحياه وبسطاء كالحمام. بمعنى انه انا مقدر تماما انه في احيانا بيكون في تناقض في المشاعر ما بين القلب والعقل، والعقل بيقول لي اعمل حاجه لكن قلبي ماشي في اتجاه تاني. فعلشان كده انا بدات ان انا يعني اخد بركه الايه ديت، انه السيد المسيح بيطالبني بالحكمه، لازم اكون ادرس الموضوع. احيانا نلاقي مثلا بنت او ولد مرتبطين ارتباط عاطفي بطرف اخر، في حين انه العلاقه بكل المقاييس محكوم عليها بالفشل، مش ممكن ابدا، مفيش تناسب من اي نوع، ومش ده الوقت المناسب، ومش ده السن المناسب، ولا اي حاجه مناسبه. لكن نيجي نقول أو نسمع أصل قلبي مرتبط بهذه الإنسانة، أو قلبي مرتبط بهذا الإنسان، لكن العقل يقول لي أنا معاك يا بونا، أنا متفق معاك، كل اللي أنت بتقوله ده صح، لكن أنا بحبها، أنا مرتبط بيه. يبقى في الحاجة دي أو في الحالة دي لازم نميز، ولازم ندرك أنه المسيح بيطالبني بالحكمة، بيطالبني بالحكمة حتى ولو كان في تناقض، لازم الصح هو اللي يتعامل. انا عارف انه قلبي مشدود لجهة تصرف معين، مش شرط يكون ارتباط عاطفي، جايز انا مثلا عايز ادرس حاجة معينة لكن لا امكانياتي ولا ظروفي بتتماشى مع هذه الحاجة اللي انا عايز، لكن اهلي مثلا ضغطين عليا وعايزين يشوفوني دكتور، عايزين يشوفوني مهندس، وانا ماليش ابدا في السكة دي. فاشعر انه انا يعني من جهة مشاعري أنا عايز أرضيهم وعايز أبسطهم، لكن العقل بيقول حاجة غير كده خالص. ففي الحالة دي لازم يكون في مرشد، لازم يكون في مرشد بعد الصلاة، بعد ما أقدم صلاة وأطلب من الله إن هو يرشدني للسكة وللطريق الصح، لازم يكون في مرشد روحي، في أب اعتراف، في خادم معين أنا بثق فيه، عارف شخصيتي، عارف ظروفي وعارف أحوالي، أقدر أعرض عليه الأمر، وفي الوقت دوت أقدر أقول أنا ممكن أمشي في السكة دي، أكمل في الطريق دوت، أو أنا لازم أنهي التفكير في هذا الأمر. أحيانا بنكون رافضين الألم، بنرفض الألم، يعني أنا قلبي مرتبط بحاجة وعايز أعمل الحاجة وحابب الحاجة، وأنا متأكد تماما أنه الحاجة ديت مش صح، مش مظبوطة، يبقى فين الحكمة هنا؟ يبقى في الوقت دوت حتى لو النوع فيه أو المسألة فيها نوع من الألم، بس لازم أحكم العقل ولازم أتصرف بصورة صح. في مثل بيقول وجع ساعة ولا كل ساعة، مش كده؟ يعني حتى لو اتألمت بسبب مشكلة لدقايق لساعات لأيام، أحسن معيش طول عمري متألم في سكة أنا مشيت فيها ما كانتش مظبوطة، في إنسان أو إنسانة أنا ارتبطت بيهم وكانت العلاقة ما كانتش مظبوطة. وكمان يعني أنا مش عايز أدخل في حتة العلاقات قوي، لكن يجولي السؤال ده بيجي من جهة الارتباط. دايما نقول الارتباط مش مرتبط بيك أنت وهي وبس، لكن مرتبط بأسرة بتتكون وأولاد هيجوا بعد كده، ترى هتقدر تربيهم صح في مخافة ربنا؟ كل الأسئلة دي محتاج أن أنا أسئلها بنفسي. يبقى نرجع تاني للسؤال الأساسي اللي أنت سألتيه في الأولى مارينا، وهو أميز إيه أو أحكم إيه؟ أحكم صوت الحكمة، يكون في حكمة روحية. طيب مرة تاني، لو أنا مش متأكد أن السكة أو الطريق اللي أنا ماشي فيهم دولت هم السكة اللي رسمها لي ربنا، هو ده فعلا الطريق اللي عايزني أمشي ربنا فيه، يبقى في الحالة دي لازم يكون في
مش عيب ابدا انه في كل الاحوال يكون في مرشد روحي واستشيره، وانا محتاج ان انا اعمل كذا واتصرف بالشكل الفلاني. فانت ايه رايك يا ابونا في الموضوع ده؟ حط الموضوع على المسبح ونصلي من اجله، وربنا يرشد للطريق اللي هو عايزه. طب ابونا ازاي اعمل بالانس ما بين القلب والعقل بحيث ان انا ما اجيش على حاجه مقابل حاجه؟ هو هنا برضو الموضوع مش مرتبط بـ 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 بقلب ولا بعقل، الموضوع مرتبط بإيه الصح. أنا خلاص عرفت الصح، أحيانا في حاجات في الحياة ما ينفعش فيها أن أنا أعمل بالانس، لازم الصح، لازم أمشي في السكة الصح، أمشي في الطريق الصح. في مواقف زي ما الآية اللي احنا قلناها في الأول بتستدعي الحكمة، وفي مواقف بتستدعي البساطة. المفروض ان انا امزج ما بينهم هما الاثنين، لانه الاباء يقولوا انه حكمه بدون بساطه بتتقلب لخبث ومكر، وبساطه من غير حكمه بتتقلب يعني لنوع من السذاجه. فانا المفروض ان انا اتعامل بالاثنين، بالحكمه وبالبساطه في نفس الوقت. زي الامثله اللي احنا اديناها يا مارينا، ازاي مثلا شخص مثلا او طريق او شغلانه انا عرفت ان هي لا تتوافق معايا كانسان مسيحي، وعرفت من مرشدي الروحي انه ما ينفعش ان انت تشتغل في المكان ده ولا تقف في المكان ده، وصليت وربنا ارشدني ان فعلا دوت مش هو الطريق اللي هو راسمه لي. يبقى في الحاله ديت مش المفروض ان انا اقول انا هعمل بالانس، يعني اروح اجرب شويه وابعد شويه، او يعني المفروض الامور يكون فيها قرار حازم اكتر، والمفروض ان انا يعني ابتدي أهيئ نفسي، أهيئ قلبي، أهيئ عقلي وأحاسيسي بناء على القرار الصح اللي أنا شايفه. طب خليني أسأل قدسك سؤال تاني، إزاي يبقى عندي وعي إنه مش أي حاجة تدخل في دماغي تأثر عليا أو على قراراتي بعد كده؟ في نعمة أو في فضيلة اسمها فضيلة الإفراز، إنه العقل بتاعنا ده بيبقى فيه فلتر، مش كل حاجة بقبلها. دي مشكلة، أشكرك إنك سألتي السؤال ده. مشكلة خطيرة في حياة أولادنا، في حياة الشباب، إن هم بيسمعوا الحاجة أو بيشوفوا الحاجة وبيتقبلوها على طول بغض النظر عن إن كانت الحاجة دي صح أو الحاجة دي غلط. أنا طبعا مش بقول كله بيعمل كده، لكن نسبة كبيرة منهم بتعمل كده. لكن ربنا اداني نعمة اسمها نعمة التمييز، إن في فلتر، إنه علشان كده حتى طلع المقولة إنه أحيانا في كلام يدخل من هنا محتاج أخرجه من الناحية التانية على طول. ليه جت منين؟ جت منين حتة إن هو يدخل من هنا ولازم يخرج من الناحية التانية؟ إنه لما عدى على الفلتر الموجود في المخ ما ينفعش يأثر فيه، وما ينفعش يتملك مني هذا الفكر، لازم يعدي ويخرج من الناحية التانية على طول. لكن لو الفكر دوت بيتناسب مع الفلتر اللي موجود في عقلي، والفلتر ده هو كلمة ربنا، هو تعليم المسيح، هو الثقافة الإنجيلية. علشان كده دايما نقول إنه اللي بيحكم الأمور مش إن احنا مصريين ولا إن احنا أمريكان، لكن في حاجة اسمها ثقافة كلمة ربنا، الثقافة الإنجيلية بيسموها البيبليكال كولتشر، يعني أنا ماشي حسب التعاليم الإنجيلية، تعاليم السيد المسيح، مش ماشي لنا الامريكان، انا امريكان سيتيزن ولا ايجيبشن سيتيزن، والكلام ده كله ما يفرقش. لكن اللي يفرق معايا ان انا مواطن سمائي، هيفنلي سيتيزن، انا السيتيزن شيب بتاعتي جايه من فوق من السماء. ازاي ابنيها على اساس قوي وراسخ؟ ابنيها على اساس كلمه ربنا. يبقى مره تاني علشان ارد على السؤال اللي انت سالتيه دوت، لازم كل حاجه تدخل، فمن خلال الحواس، من خلال الأذن، من خلال العين، من خلال الأنف، أي حاجة بستقبلها لازم تعدي على الفلتر اللي احنا بنتكلم عليه ده. هل يا ترى ده بيتناسب معايا؟ هل يا ترى الكلام دوت لو أنا مشيت حسب هذا الكلام، هل دوت بيتناسب مع تعليم الكتاب المقدس؟ هل دوت بيتناسب مع إرشادات أب اعترافي وقانوني الروحي اللي أنا متبعه؟ يعني دايما الفاونديشن بتاعي، دايما الاساس بتاعي هو الكتاب المقدس وكلمه ربنا والكنيسه واللي انا بتعلمه من اباء الكنيسه واب اعترافي اللي موجود في الكنيسه، هو دوت اللي ببني عليه كل امر. طيب ابونا في سؤال تاني ناس كتير جدا بتساله، وهو هل ربنا بيعاند معانا؟ خليني اوضح لقدسك السؤال اكتر. دلوقتي انا مثلا نفسي ادخل كليه معينه وشايفه نفسي في كارير معين، وذاكرت وتعبت وسهرت تقريبا عملت كل حاجة، بعد كده لقيت نفسي الموضوع فرق معايا على نص درجة أو على 1/10،
اللي هو يا رب طب انت كانت هتفرق معاك الواحد من عشرة دي لو كنت اديتهم لي او سمحت ان انا اكون جبتهم كنت دخلت الكلية او المجال اللي انا عايزاه. هدي لقصك برضو مثال تاني، شباب كتير جدا بتحلم بالهجرة ونفسها جدا ان هي تهاجر وبتحاول مرة واثنين وثلاثة وبتدفع فلوس والموضوع بياخد منهم سنين طويلة جدا وفي الاخر مفيش اي حاجة بتحصل، في حين ان ناس تانية ممكن الموضوع مش في دماغهم اصلا ويلاقي الفرصة جات لهم. هل ساعتها اقدر ان انا اقول ان ربنا بيعند معانا؟ عايز ارد على السؤال بتاعك دوت بالاجابه اللي استخدمها قداسه البابا شنودة الثالث، انه قال استجابه الله بتاخد طريق او شكل من ثلاث اشكال. اول طريق او اول شكل بيستجيب بيه ربنا ان هو يديني الحاجه اللي انا سالت عنها. تاني حاجه ان هو يديهاني ولكن بعد فتره، لانه شايف ان الوقت اللي انا بطلب فيه مش مناسب ان انا اخد الحاجه ديت دلوقتي. تالت طريقة لاستجابة الله ان هو بيرفض تماما، ان هو ما بيدينيش الطلب اللي هو ادهوني، وفي الحالة دي بيكون برضو استجاب ربنا لصلاتي، لانه انا لما بطلب حاجة بطلبها لنفعي وبطلبها لمصلحتي، لكن احنا كبشر محدودين بنبص تحت رجلينا ومش شايفين المستقبل فيه ايه، لكن لانه ربنا عارف انه لو كان اداني الحاجة دي حاجة هتأذيني على المدى الطويل فهو منع عني هذه الحاجة. وتكون استجابة الله في عدم استجابته. يبقى هقولهم مرة تاني، أول حاجة بيستجيب بيها ربنا إن هو يديني الحاجة اللي أنا طلبتها، تاني حاجة يديهاني بس يأجلها شوية، تالت حاجة إن هو ما يديهانيش خالص، لأن الله يعطيني ما ينفعني وليس ما أسأله. الله يعطيني ما ينفعني وليس ما أسأله. أوقات كتير تكون سكة الهجرة بتكون مش مناسبة لأسرة أو لإنسان، وشفنا ناس كتير يدوبك أول ما وصلوا هنا لبلاد المهجر حصلت ما بينهم مشاكل ودبت ما بينهم مشاكل، ونسمع ما كانتش الحاجات دي موجودة في مصر، لكن نلاقي أنه لما تيجي يعني أنا مش بدي عذر لأنه في ناس كتير بتعاني من المشكلة دي، تيجي مثلا تلاقي أنه في ناس قعدوا سنين وسنين يحاولوا في موضوع الهجرة، والزوج مثلا متمسك جدا أنه هو يسافر والزوجة رافضة ان هي تهاجر، ويفضل كل سنة يقدم على اللاتري لغاية ما في سنة من السنين يمكن بعد 20 سنة جات له الموضوع الهجرة العشوائية دوت، وبقى اصبح الوقت بقى اصعب بكتير ان احنا نيجي هنا، وفي طرف اوريدي مش موافق على فكرة الهجرة. يبقى في الحالة دي لازم اسمع لصوت ربنا، لازم نتفق على الطريق، لازم يعني اثنان خير من واحد، لازم نتفق على الطريق، هل انا فعلا دوت السكه الصح بتاعتي. يبقى ربنا مش بيعند، جايز ربنا مأجل للوقت المناسب. احيانا احنا اللي بنعند واحنا اللي مش بنتقبل خطه الله في حياتنا واحنا اللي بنرفض مشوره الله. طبعا الله ما بيفرضش نفسه على انسان، يقول ها انا ذا واقف على الباب اقرع ان فتح لي احد. لو فتحت له وديته الفرصة هو بيشتغل في حياتي أكتر، لكن من محبته لأولاده نلاقيه بيفتح أبواب معينة وبيقفل أبواب تاني، لأنه شايف أن هنا الخير وشايف أنه أنا لو مشيت في السكة والطريق دوت مش هيكون فيه خير، لكن إحنا بعندنا بنفضل مش مقتنعين. طيب نقتنع إزاي؟ نعرف إزاي؟ برضو بتيجي من خلال الصلاة، بتيجي من خلال المشورة الروحية، وبتيجي من خلال الاتفاق. بالنسبة للمثل الأولاني اللي انتي ذكرتيه مارينا، انه ربنا ما يعني ما سمحش ان انا ادخل الكلية اللي كنت بحلم بيها على تقدير بسيط خالص انا خسرته، مش كل حاجة نرمي فيها باللوم على ربنا. ربنا لا يلام عن أخطائنا، ربنا لا يلام عن كسلنا، ربنا لا يلام عن حاجات كتير احنا بنعملها في حياتنا، فما ينفعش ان كل حاجة ألوم بيها على ربنا. جايز جدا هو كان رايد ان انا ادخل الكلية الفلانية، لكن لاني كنت متدلع مثلا، كنت متدلع في دراستي ما اجتهدتش فما سمحش بالحاجة الفلانية. لكن الجود نيوز اللي في الموضوع انه كل الاشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. يعني ايه؟ يعني لو ربنا ما سمحش ان انا اسافر، او لو ربنا سامح ان انا اسافر، لو ربنا ما سمحش ان انا ادخل الكلية ديت لكن سمح ان انا اروح المكان دوت، لو ربنا ما سمحش ان انا ارتبط بالانسان ده لكن سمح ان انا ارتبط بالانسان التاني، كل الاشياء تعمل معا للخير. طالما خلاص ربنا قفل باب وفتح باب تاني وانا شفت دوت، المفروض ان انا يعني خلاص اكمل بكل قلبي
وبكل يعني علاقة قوية مع الله في هذه السكة وهذا الطريق. ليه بقول الكلام دوت؟ أوقات نلاقي اتنين ارتبطوا ببعض، وفي السنة الأولانية يا ابونا كانت غلطة، أنا مشيت في السكة الغلط، ربنا اداني انذارات كتيرة لكن أنا كنت إنسانة عنيدة وما سمعتش لصوته وما سمعتش لكلامه، وبرضو ويمكن جايز أكون اتخانقت مع أهلي لأن هم كمان كانوا رافضين وارتبطت بهذا الإنسان، أو العكس الشاب هو اللي يقول الكلام ده. ليه أنا قلت الآية بتاع كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله؟ لأنه أنا النهاردة خلاص أنا بقيت في علاقة، احنا ما بقيناش اتنين بنتعرف على بعض، ما بقيناش اتنين اصحاب، بقينا زوج وزوجة، او انا خلاص الكلية دي قبلتني وانا مطالب ان انا اجتهد وانجح فيها، فخلاص لا احد يضع يده على الاحراس وانظر للوراء يصرح لملكوت الله، انا ربنا فتح السكة دي وفتح الباب ده والطريق ده، يبقى المفروض ان انا اكمل فيه اجتهد فيه، خلاص انا ارتبطت بالانسان دوت، احنا في المسيحية ما عندناش طلاق إلا لعلة الزنا، يبقى خلاص أنا هكمل وهبذل قصارى جهدي أن أنا أنجح في علاقتي معاه بالصلاة وبالمشورة وبالماريج كونسلينج، وأن أنا أجتهد في الكلية الجديدة اللي أنا قبلت فيها، أجتهد في الشغل الجديد اللي أنا قبلت فيه. لكن الله مش عقله صغير ولا محدود علشان يزعل مننا يقول لي طب خلاص أنا هغير مستقبلك بالكامل، حتى لو سمح بكده فبيبقى من أجل مصلحتي لكن مش أجل عناد، مش أجل إن هو بيعند معايا وبيعاقبني وبيغير مسار المستقبل. لكن لو خدت قصة زي قصة يوسف مثلا، ما هو ربنا احنا اتكلمنا في الموضوع ده أكتر من مرة، في فرق ما بين سماح الله وإرادة الله. إرادة الله دايما للخير، لكنه كان بسماح الله سمح لإخواته إن هو يحسدوه ويبعوه وكل المواقف دي بتحصل ليوسف. لكن نرجع بقى للآية الأولانية اللي احنا قلناها خالص، انه ربنا استخدم كل الأشياء دي وحولها للخير وللصالح، لانه برضو ابنه كان قلبه معاه، يوسف كان قلبه معاه، وتقال عنه الآية المشهورة اللي كلنا بنحبها، كان الرب مع يوسف فكان رجلا ناجحا. فهو محتاجين ان احنا نسلم. بس يا ابونا يوسف في الفترة دي سنين كتير قوي ضاعت من عمره واتبهدل في السجن، يعني ما كانتش حاجة لصالحه ولا لخيره. مظبوط، تبدو كده في الأول إن هي ما كانتش للصالح ولا للخير، هو اتبهدل في السجن واتبهدل في بيت سيده لما افترت عليه امرأة سيده ومر بظلم كتير، لكن ما زلت برضو بقول إنه كل الأشياء تعمل معا للخير، لأنه تعويضات الله أفضل بكتير من الحاجات البسيطة اللي أنا اتحملتها. هديكي مثل يا مارينا، أحيانا انت تتعبي من المذاكرة وتكوني مرهقة جدا والسنة تكون مؤلمة جدا، ويجي الموسم بتاع الامتحانات دوت، يعني يبقى مفيش ألم أكتر من كده، لكن تعويضات الله ساعة ما بتظهر النتيجة وبتفرحي بتكون حلوة خالص. احنا ليه هنتكلم على يوسف؟ طب ما في موسى كمان اللي بهدل واللي اخواته اهنوه وقالوا له انت فاكر نفسك انت اللي هتخلصنا وانت جاي تقتلني زي ما قتلت المصري امبارح، وراح وتغرب في ارض غريبة 40 سنة، لكن سمح ربنا ان هو يرجع ويخلص اخواته مرتين. انا عايز اقول ايه يا مارينا؟ عايز اقول انه الوقت اللي احنا بنظن فيه ان احنا بنتألم وانه ربنا بيقسى علينا وانه لا ده فعلا في شر يا رب، واحنا اتسجننا واحنا اتبهدلنا واحنا اتألمنا، لكن ربنا بيستخدم كل دوت ان هو يدينا عضلات روحية قوية، ان هو يثبتني في معرفته، ان هو يخليني انمو في العلاقة معه. ومن هنا برضو بتيجي حتة انه كله بيعمل معنا الخير. يعني احيانا نتصور انه الخير جه بعد ما يوسف طلع من السجن وبقى الرجل التاني، لكن في الحقيقة الخير كان موجود وهو في السجن، وحتى هو في السجن أعطاه الله نعمة وبقى هو المسؤولين عن كل المسجونين، وبدأ يختبر القيادة إزاي يكون قائد. نفس قصة داود، ما هرب من شاول سنين وسنين وكان مطارد وكان تعبان، لكن في الوقت دوت نشف ربنا عظمه وعلمه إزاي يكون قائد وملك ناجح. يبقى حتى الوقت اللي احنا بنتألم فيه بيستخدمه ربنا للوقت اللي احنا هنتوج فيه، زي الدكتور اللي بيقعد في كلية الطب يتعب ويسهر بالليالي ويتألم وما يكونش شايف قدامه من كتر النعس، لكنه مطالب ان هو يذاكر، لكن بعد كده لما ربنا يكلل تعبه بالنجاح ويبقى دكتور وناجح ومشهور، بيجي أوقات
بيبقى مضغوط فيها وبيبقى تعبان فيها، لكن لأنه مش متدلع، مفيش الميوعة الروحية، لكن لأنه هو متدرب على كده اوريدي من هو في الكلية، بيعمل إيه؟ بيقدر يثبت قدام الوقت الصعب. وبنكتشف بعدين إن الوقت الصعب دوت كان من أفيد الأوقات. خليني أديكي مثل من المجتمع اللي احنا عايشين فيه ده هنا مارينا. تفضل. ناس جم من مصر واشتغلوا في شغلانات بسيطة، اللي اشتغل في جاز ستيشن، واللي اشتغل في ليكر ستور وفي سموك شوب والحاجات دي كلها، كويس؟ تمام. وفي الوقت دوت هم كان معهم شهادة معينة من مصر، وذكروا وعدلوا شهادتهم، والنهاردة شغالين بالشهادات بتاعتهم ديت. حتى هذه اللحظة يجوا وتتكلمي معهم يقولوا يا ابونا احنا أبدا ما ننساش الأيام اللي احنا عشناها ديت، دي علمتنا كتير، دي عرفتنا البلد وعرفتنا طبيعة الناس وطبيعة الحياة هنا، اتعلمنا كتير منها. يعني لو سألتيهم وتقول لهم انه طب ما كنت جيت وخدت المعادلة من اول يوم واشتغلت، يقول لك كنت خسرت كتير يا ابونا، ما كنتش هقدر انجح. لكن باللي سمح بيه ربنا بالتعب والألم بنقدر ان احنا يعني نقف قدام التجربة بعد كده، ونقف قدام الوقت الصعب. حاجة كمان بتعلمني ان انا أبريشيت عمل الله في حياتي، لما اكون تعبان وربنا يسمح بالنجاح، لما اكون مسجون بالظلم زي قصة يوسف واخرج ويبتدي ربنا يفتح عليا ويديني ويباركني، افضل طول حياتي ممتن لله والعمل الله معايا. لكن لو انا متدلع واخدها بالساهل، ممكن جدا اي تجربة بسيطة تبعدني عن سكة ربنا. ما انا دلوقتي بقيت معايا فلوس وبقيت غني، وانا بقى متدلع وعمري ما عانيت وعمري ما قسيت، فيقوم على طول ايه اللي يحصل؟ يقوم منحرف. ونرجع تاني لحتة انك استخدم ربنا وقت الضيق، وقت الازمات، وقت المشاكل للخير لاسباب عديدة اتكلمنا عليه. ابونا بشكر قدسك وبشكر كل مشاهدينا اللي بيتفرجوا علينا، واستنونا في حلقة جديدة من برنامجكم نصيحة على الماشي.